FM. الكلمة ليك. كنا على ضربات نهار ثلاث ثم الاربعاء مازال خميس وجمعة سي سامياس كنت ثم انتظارات خميس وجمعة ثم قطاعات أخرى يمكن خلت تملى الجمعة فرد علاش أنت شاهي يضرب لا نحكي لك مازال نهارين خليه يتعب بها فرد مرة لا هما مش حكاية شهوة ونزوة احنا الضربات نسمو فيها بتسمية فقهية نعم نقولوا أبغض الحلال أبغض الحلال أبغض الحلال تلازوله بالضرورة وبالدفع ثم اضطرار يعني كيما اللي أي إنسان في الوجود يتعرض لضرر ويزم عنده مناعة دفاعية والاحتجاج والضرب اللي ضمنه الدستور هي مناعة دفاعية وما هي الشهوة نتاع نعمل ضرب في النهار الفلاني والنهار الفلاني نهار ثلاثة والأربعة اليوم صادفت لكن تعدت برشا جماعات مثل ما حتى ضرب الكلمة ليك.